والله هو طبعا أهل العوض دي، العوض ده عجب عجب في السودان، لكن لما يطلع برا في دول المهجر بيبقى عجبين، سواء كان في الدول العربية ولا الدول الإفريقية ولا في دول الشرقية، في أي بلد السوداني اللي بيعمل فيه هنا لما يطلع برا يعني بيتضاعف. وهو العوض ذاته، والعوض هو كان في الشمال، كان في الجنوب، كان في الغرب، كان في الشرق، كان في الوسط، أي عوض هو العوض، العوض مقصود بوجه السوداني. والعوض ذاته كمان عنده اسم ثاني يسموه الزول، ومجرد ما يطلع برا السودان أي سوداني بنادي الزول. فأنا كانت في العمرة في الآونة الأخيرة دي، ولما جيت راجع السوداني بعد العمرة كمية كبيرة جدا جدا ما أتخيلها، من الشمالية، من الغرب، ومن يعني من الأبيض، ومن أولاد الشمالية، ومن أولادنا هنا كمية ما تتخيل، هم متابعين لهم زول يعني بدور عزيز عليهم بدور يرجعوا كم وكم 25، وغير العفية الجماعي ذاته ما قدرت أشيل، والله ما قدرت أشيل إن شاء الله، ده هدايا. فمعاي ثلاجة ومعاي غسالة كده ومعاي حاجات كده، دي قالوا لي يا أخي دي ما يمشن صعوبة راكب إلا تشحني بالأسكيلة. فقالوا لي خلاص ما عندك مشكلة، أنت تركب تسافر وإذا إن شاء الله مش حالي ليك، بس بتقعد لك يومين ثلاثة كده. فواحد من أخواننا عقيد من قوات الأمن السعودي قاعد ينادي من خلفي، يا زول يا زول اتصفت؟ قلت يا أخواني يمكن حصل خطأ ولا حاجة، عليكم السلام. قال لي وش أنت يا زول؟ طبعا الرد السوداني عنده هناك السوداني المرة الأولى يتكلم بخشمه، المرة الثانية وصل لك إيدي. قلت له ما زول يعني؟ ضحك قال لي انا ادري انك زول لكن انت شيخ ولا ايش؟ قلت انا لا شيخ ولا حاجه. واحد من الجماعه قال لي يا اخي الراجل ده شاعر، اخونا ده ايش ولا ايش ولا شاعر؟ قال انت شاعر؟ قلت له والله شاعر. قال لي في ايش تشعر؟ قلت له بشعر في كلمه زول لذاتي، بس انت سعادتك كلمه زول دي اوعى تعتبرها فيها احتقار بالنسبه لنا او فيها مساس او فيها انتغاص بالنسبه لنا. قال لي لا والله ما احتبرها كده، لكن احنا نقول لي يا زول. قلت له كلمه زول دي فخر ما بتنتسب لغشامة، الزول غيمة والزول غمة والزول غامة، الزول زاد بلسم للبجوه عشامة قطع الخط على البشام والخشام، وكلمة الزول شرف وفيها حس ومعاني، وأما شروطة ما هو فيها غير سوداني، وفي شيء شفته بعينه وسمعي بأذاني معدنه ذهب وباب الشعوب تايواني، وبكل اعتزاز بفخر بقول سوداني شان اسلافي تاريخه ملا وجداني، امدر الامان عام البعيد والداني كتب حروفه من دم منبع الشرياني، الزول دوكا والخماره، الزول صاي، الزول لقمه، الزول مويه، الزول ما ولا المحتاج، لاجين الدول التم مليون لا ساكنين بيمها لا ضيق ولا ازعاج، وزمن الموت خيول لو ميج ولو ميراج، عز العز عزا لبسوها التاج، الزول اهله أهل السبحة والإبريق، الزول رفقاه رفقاه اللي بيفرجوا الضيق، لذيذ العش عنده كيف غير واطيب ونفسي وروحي لافتات الرسالة مزيك، الزول طارة، الزول نوبة، الزول زفة، الزول موزات درويش المسيدة بتفة، وارسين الجدود تيلاد شجاعة وعفة وشاربين ويتمين ما خلق ما جفة، الزول خدت العروض السلاح مشهور، الزول عنده درعات اللاريلة مشهور، الزول عنده نصدف الله والدنور، الزول في بيت الضيف بخرس مجرور، والخلان يشوف الزول سامي ما له ساوي، خصائص الزول وكرم الزول يمتع كل من كان راوي، مثل عابر السبيل الزول مزيل وخلاوي، عقب عنده لقمة العيش البسين التاوي، والكرم الاصيل في زول يمهو حكاوي، امثال الشريف ليل بصب فجراوي، ايده تفوق على السيل ابتكيك انداوي شبع لحفة المصران وبصبح حاوي، وام الجنبي ديل الامامي ديل أكان جيتوا نضيف فريضة ولا جيتوا زائر يفرشون بدروب الحين ورود وحرايق صغير تطمن القلب المطفطف طاير كبير من فرس تقدر على الدويدة دوائر ديل أخوان جيدة النال الرتعة محاير قلوب زي هدوم بيض والوش ناير خفافا فوق ضيوف زجنا حطاير ودر في المحاصات من جبال الداير ولو كان واجبوك أو كنت أنت مواجب قلوب والبيوت فتحات من دون حاجة وعند الامر بالمعروف وفعل الواجب اكل الناس عيون ديل الجبين والحاج اكل الناس عيون ديل الجبين والحاج، وهذه هل العوض وهل العوض ذاته.